لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: وجوب مهر المثل بالدخول أو بالموت قبله. فإذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول بها في هذه الحال اللي هو حال الزواج بغير ذكر مهر، اللي هي المفوضة، زواج التفويض، إذا دخل بها الزوج أو مات قبل الدخول في هذه الحال فللزوجة مهر المثل والميراث. ميراث دي كسائر المتزوجات، فبعقد الزواج يجب يعني التوارث إذا مات أحد الزوجين ولا يشترط الدخول، وتجب العدة كذلك كما سيأتي. قال: لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود أنه قال في مثل هذه المسألة، اللي هي بروع امرأة بروع بنت واشق، ويسمى حديث بروع بنت واشق، حديث مسعود سئل عن امرأة مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا، فقال: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني. أرى لها صداق امرأة من نسائها، لا وكس ولا شطط، لا نقص ولا مبالغة ولا زيادة، ولا وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا. فما فرح ابن مسعود رضي الله عنه فرحه، فما فرح بشيء فرحه يومئذ لموافقته قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن مسعود لا، ده اجتهاد انه بيعمل انواع العموم ويقيس بانواع القياس. يعني ايه عليها العدة والذين يذرون ازواجهم، والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا، يبقى هي زوجة مش كده، يبقى عليها العدة. قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. دي بقى كل إيه؟ كل زوجة. فده بيعمل العموم. ومهر مثلها ككل مفوضة لم يسمى لها صداق، فإن سمى لها قبل الموت فلها المسمى، وإن لم يسمى لها صداق فلها مهر مثلها. لا وكس ولا شطط. مهر المثل دي مش معتبرة ببيئة الرجل، معتبرة ببيئة الايه؟ المرأة. لذلك قال: صداق امرأة من نسائها، اختها، عمتها، خالتها، ابنة عمتها، ابنة خالتها، ابنة عمها، القريبات منها في الصفات، فلها مهر صداق امرأة من نسائها، لا تظلم بالنقص ولا تجامل بالزيادة، لا وكس ولا شطط. قال: وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد وداود، وأصح قول الشافعي، قولي الشافعي، وأصح قولي الشافعي.
قال مهر مثلي هو المهر الذي تستحقه المرأة مثل مهر من يماثلها وقت العقد في السن والجمال والمال والعقل والدين والبكارة والثيوبة والبلد وكل ما يختلف لأجله الصداق كولود الولد أو عدم ولوده. يعني عندها أولاد ولا ما عندهاش أولاد تبقى يعني. وكذلك بالنسبة لنا الشهادات، يعني واحدة معاها ابتدائية، لا واحدة ما بتعرفش تقرأ وتكتب ليست كالتي معاها مثلا دكتوراه، بتفرق في الأوضاع. واحدة دكتوراه غير واحدة مثلا يعني معاها دبلوم. الأمر ده يعني يقول لك إيه أنت عندك عصبية، لا المهر بيفرق، الاختلاف في المهر بيفرق. في ناس في بيئة مثلا في أعماق الريف غير ناس ساكنين مثلا في الزمالك ولا عندنا في سموحة مثلا، اللي بيسكنوا في الحتت دي بيبقى إيه مهرهم، مهرهن أكثر. يقول إذا أن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفات، والمعتبر في المماثلة من جهة عصبتها كأختها وعمتها وبنات أعمامها. قال أحمد هو معتبر بقراباتها من العصبات وغيرهم من ذوي أرحامها. وده الصح، إن القرابة عموما، لأن كلمة نسائها دخل فيها كل من اقترب منها، لذلك لا يلزم العصبات. وإذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف الزوجة التي تريد تقدير مهر المثل لها، كان المعتبر مهر امرأة أجنبية من أسرة تماثل أسرة أبيها. قال زواج الصغيرة بأقل من مهر المثل. ذهب الشافعي وداود وابن حزم والصاحبان من الأحناف إلى أنه لا يجوز للأبي أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، ولا يلزم حكم أبيها في ذلك، وتبلغ إلى مهر مثلها ولا بد، أو تبلغ إلى مهر مثلها ولا بد، إذ أن المهر حق لها ولا حكم لأبيها في مالها. وقال أبو حنيفة إذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها جاز ذلك عليها، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد. ولعل هذا أقرب، والله أعلم أعلم، لكمال نصح الأب. لماذا جوزنا أن يزوج الأب والجد البنت الصغيرة دون سائر الأولياء؟ قلنا لكمال النصح وشدة الشفقة. فهكذا أيضا في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم. أبوها أو جدها لن ينزلوا بمهر المثل إلا بسبب مولود في الزوج كديانة وأمانة نادرة وتأثير في الناس الذين حوله، وهم يريدون أن تكون أخلاقها وأحوالها على خير حال، فيكون هذا الرجل فرصة لها، ولا يكون معه مهر مثلها فيوافق أبوها في ذلك، يوافق على ذلك. أما بعد بلوغها فأيضا المهر حقها، إذا بلغت فالمهر حقها، فإن شاءت أن تنقص من مهر المثل وإلا لم يجز عليها. تشطير المهر، تنصيفه، متى يتنصف؟ يجب على الزوج نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها وكان قد فرض لها قدر الصداق، لقوله تعالى
فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. يعني النساء البالغات المكلفات، لأن غير المكلفة وليها هو الذي يتصرف، وليها ولي الصغير والمجنون، ليس من حقهم أن يتنازلوا عن شيء من الحق. كل أنواع التبرعات لا يملكها ولي المحجور عليه، إنما هو جعل وكيلا، جعل وليا للمصلحة لا للهبات والتبرعات، حتى الصدقة الزائدة عن الزكاة الواجبة لا يجوز أن يتصرف فيها الولي الوصي على محجور عليه في ماله، لأنه إنما جعل وليا ليتصرف بالمصلحة. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قولان في هذه الآية الكريمة: الذي بيده عقدة النكاح الزوج وهو على ظاهره، وولي أو القول الثاني ولي المرأة. ولو قلنا بأن المقصود ولي المرأة فلا بد من تقدير في المعنى. أولا، كان بيده عقدة النكاح، أما بعد أن زوجها فلم يعد بيده أن يحل هذه العقدة. ثانيا، إذا قلنا أن الذي بيده عقدة النكاح هو أبوها فلا بد حتى يعفو من إذنها، يعفو بعد إذنها. لماذا؟ لأن الولي لا يملك مال مولياته، فهي صاحبة الحق، وليس له أن يعفو إلا ما أذنت هي فيه. فلا تكون الآية قد بينت هذا الحكم المطلوب، والمال من حقها فليس له أن يتبرع إلا بإذنها، وهذا كله غير مذكور في الآية. فلذلك قلنا أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج هو ظاهر الآية، والله أعلى وأعلم. لو أن الزوج عفى أعطاه الصدقة كلها، لو أن المرأة عفت تركت الصداقة كلها للزوج للمطلق. فهمنا؟ ثم إن الترغيب ينبغي أن يكون للطرفين، فليس الترغيب في جانب المرأة من جهتين، ويكون الترغيب معدوما للرجل. لماذا؟ هو دي بيذكروها كمثال للمجمل، لأن كلمة الذي تنطبق عليه على الزوج وولي المرأة، بس ولي المرأة في الحقيقة الذي ده قبل ما يعقد العقد، يبقى هو بيده عقدة النكاح أن يعقد لها أثناء إنشاء العقد، فالزوج هو يعني يتولى بنفسه، وولي المرأة يتولى عنها، والله أعلم. ده مرجح، لأن الذي اللي هي الكلمة المجملة التي تنطبق من جهة اللغة على الرجلين، هناك مقويات متعددة، لأن جانب العفو المرأة ذكر في قوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي ظهر الآية كده متفق على عدم صحتي، اللي هو إيه لو حملتها على إيه، على إنه الولي، يعني كأن هي لو هي عفت أو وليها عفا،
طب وليها عفو غصب عنها ازاي؟ لان ظاهره ان هو ايه؟ له ان يعفو دون اراده منها لانه اول. يبقى ده غير ده مش كده؟ فيبقى هذا الكلام عشان كده قلنا لابد نقول باذنها. طب لو قلت باذنها يبقى ايه؟ يبقى هي اللي عفت برضه. يبقى كان في تكرار. لذلك في قرائن متعدده تدل على ان الذي بيده عقده النكاح هو ايه؟ الزوج. الأصل عدم تقدير محذوف صحيح. قال وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يعني أشياء عبر الزمان قل من يفعلها ومن يطبقها. وأن تعفوا أقرب للتقوى، بل تجد الناس عند الطلاق حصل لهم من التشدد و المطالبة بحق الآخرين، يعني حق ليس له، يطالب بحق ليس له بل هو حق للآخرين، فتجد الشيء الكثير من ذلك. وقوله ولا تنسوا الفضل بينكم، كان بينكم فضل قبل ذلك وكان بينكم علاقة، فحرصوا على بقاء الأخلاق الحسنة والفضل والتسامح والعفو حتى ولو وقع الطلاق. إن الله بما تعملون بصير، فهو يراقب أعمالكم ويراكم حين تفعلون أي فعل. قال وجوب المتعة. إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ولم يفرض لها صداقة وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها. قال عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فمن هنا قالوا نصت الآية على المتعة في حق المفوضة التي طلقت قبل الدخول، فليس هناك صداق يقدر له، فتقدر لها متعة تعوضها عما فاتها من الصداق. يقول وهذا نوع من التسريح الجميل، والتسريح بإحسان، والتسريح بإحسان. قال الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة. والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل وليس لها حد معين. منعا للخلاف والاجتهاد يعني المنازعة، جرى العمل بالمحاكم على تقدير المتعة بنفقة سنة أو سنتين. يسموها نفقة المتعة الناس، وهي مش نفقة متعة، ده هو مبلغ ثابت يؤخذ مرة واحدة، ليس نفقة بل هو إيه؟ متعة. قال الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسر قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال كثير من أهل العلم أن كل مطلقة تستحق متعة، لقول الله سبحانه وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الصيغة أشد من المتفق عليها، أعني التي فوضت وطلقت قبل الدخول،
المفوضة المطلقة قبل الدخول، قال عز وجل متاع حقا على المحسنين، متاع من المعروف حقا على المحسنين، وكأن هذا نوع من الإيه؟ من الإحسان والفضل. وهناك لا شك أن هذا إحسان واجب، لأنه كما أن إحسان القتلة واجب وإحسان الذبحة واجب. فقالوا هذه الآية لكل مطلقة وللمطلقات، التانيين بيقولوا دي خصصت أنها للمطلقات غير للمطلقات غير المدخول بهن وغير المفروض لهن. فجبت قيدين دول، يقول لك الآية الأخرى، طب ما الآية ذكرت بعض أفراد العام الموافق له في الحكم، ليست مخالفة. يعني مفهوم المخالفة بتاع متعوا التي فرض لها ولم يسم لها صداقا وطلقت، مفهوم المخالفة ليس قويا. عموم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين أقوى من مفهوم المخالفة. ثم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن المذكورات في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وكلهن مدخول بهن مفروض لهن صداقة. فإذا كان الأمر كذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قد هو الأسوة الحسنة، فإنه لو كان يطلق نساء لمتعهن. إذن المتعة ثابتة لكل مطلقة ولكنها غير مقدرة، فأدناها الكسوة وأعلاها الخادم وأوسط ذلك الدراهم والدنانير. ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة لتشمل من طلقها قبل الدخول ليس عليه إثم حتى وإن كان مفروضا لها، وإن لم يفرض يكون فرض لها فليس عليه حرمة في أن يطلقها. ومن هنا قال من قال من أهل العلم أن الطلاق أصله الإباحة، لا جناح عليكم، ولكن قال كثير أكثر العلماء أنه بغير حاجة مكروه. لكن الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف، حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف. وإن كانت أدلة الترغيب في الزواج والسكن والمودة والرحمة استحباب الزواج تنطبق على استمراره كذلك، لذلك قلنا أنه الطلاق بغير حاجة مكروه ومع الحاجة مباح. ولمن لم يفي لها بقسمها محرم، وفي الحيض محرم، وطلاق الثلاث في مجلس واحد محرم. بنقول الطلاق لابد أن يفي لها بقسمها. طب الزكاة هي اختارت أن تبقى خلاص، لكن لو طالبته لابد أن يعطيها حقها أولا قبل أن تطلق. التنازل عن أيام القسم بيبقى في الماضي مش في المستقبل، كل مرة يعني ايه اللي فات خلاص سمحت فيه، وطالما هي سكتة كل يوم بيتجدد، اول ما تقول له عايز قسم يلزمه.
نعم. طب ولو سمحت في اللي فات وممكن تسامح في اللي جاي طبعا، بمعنى تقول له انا لا اريد القسم، بس اول ما ترجع في كلامها هي ملهاش كلمه، هي مش كلام رجاله يعني، دي كلام ايه نساء. لا لو رجعت في كلامها في اللي فات، لو رجعت في كلامها بعد ما كانت اذنت وتقول له طب اديني اللي فات، ما لا يلزم سقوط المهر، ويسقط المهر كله عن الزوج، فلا يجب عليه شيء للزوجة في كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة، كأن ارتدت عن الإسلام أو فسخت العقد ليساره أو عيبه. يعني هي اللي راحت للقاضي وطلبت الفسخ او طلبت الطلاق، لان الزوجة لا ينفق، هذا طلاق للضرر، وكذا لو فسخت هي العقد بذلك. قال او فسخه هو بسبب، او فسخه هو بسبب عيبها، يعني هو فسخ بسبب عيب منها هي، او بسبب خيار البلوغ، هي اللي عند البلوغ على مذهب الحنفية انها تخير عند البلوغ اذا زوجها ابوها او اذا زوجها الاولياء الاخرون. احنا قلنا الصحيح انه هو لا يزوجها الا الاب والجد، واذا بلغت فليس لها خيار، لكن على قول من يقول لها خيار بيقول ان هي اذا قالت انا اختار الانفصال، فعلى هذا المذهب بيقول هذا فسخ من جهتها فليس لها الصداق. يقول ولا يجب لها متعة لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه فسقط البدل كله، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه، ويسقط المهر كذلك إذا أبرأته قبل الدخول بها أو وهبته له، فإنه في هذه الحال يسقط بإسقاطها له وهو حق خالص لها. مفهوم المخالفة أن ما فيش الحاجات دي يبقى تستحق المهر. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.